هناك شاب في أحد الأيام أتي به، كان هو صاحبه كان همه أن يدخلون إلى أحد الملاهي، ملاهي الألعاب، وكان يومها يوم حرائق، كان هناك نساء كثير. قال لصاحبه: لماذا لا ندخل؟ قال: الحرس كثير على الباب فلا نستطيع الدخول. قال: نقفز من فوق السور. قال: السور عالي ولا نستطيع القفز. قال: كيف يا فلان لو نذهب إلى العمارة التي تبنى بجانب هذه الملاهي، لعلنا نطل من أعلى العمارة وننظر إلى النساء. يقول: ذهبنا إلى تلك العمارة التي تبنى وهي مظلمة حتى وصلنا الدور الرابع. يقول: الدور الرابع، يقول: فبدأنا نطل من تلك النافذة على هؤلاء النساء. يقول: فنجحت الخطة إلى حد ما. قلت لصاحبي: نعم نجحت الخطة لكن لا نرى النساء إلا كالنقطة السوداء. قال: هناك كاميرا، يقال كاميرا فيديو تقرب البعيد. يقول: لماذا لا نأتي بها؟ يقول: فأتينا بتلك الكاميرا وبدأنا نصور النساء. يقول: صور تلك أجمل، الكاشفة أفضل، المرأة تشخيص الناس عورات. نعم، حتى كشف عورات النساء. فلما امتلأ الفيديو، يقول: وكانت العمارة مظلمة، يقول: رجعت وإذ بي أسمع الصياح. يقول: إذ بصاحبي سقط من أعلى الدور الرابع إلى الدور الأسفل. يقول: فمات من ساعته. يقول: فنقل، فوقفت عليه بنفسي في المغسلة. مغسلة ما شفته؟ نعم نعم، أتى إلي المغسلة ميتا، فنظرت إليه وذلك الشعر الذي يعلو رأسه حتى يصل إلى كتفيه، ولكن سبحان الله من شناعة الميتة أن هذا الشاب، فسبحان الله فتحت بطنه وكأنك فتحتها بسكين من شناعة الميتة، لأنه سقط من أعلى. سبحان الله العظيم، وكأنه له موعد مع تلك اللحظة، ولكن والله لو علم أنه سيموت بتلك الميتة لما رفع رأسه من السجود، لكن سبحان الله، ينكر وينكر الله.